حياتنا الذي عايزه كل مره بيجي. ما تكرش انك تعجبني، ما تكرش انك تعجبني، بس واحده واحده عليا اصل انت كل نجس. دخلت يا بنت ولا ايه تاني معاك؟ مش خارجة! انت بتقطع اسنان يا ابراهيم! انت تطلت يا زبالة! بتقول علي ان هو الرخيص ده، انت تطلعت ارخص منك! يلا يا زبالة! جابك اللي اعرف وعمرك ما هتندف! اوعى اهدى شوية! خلاص يا سلسة معلش احنا اسفين، هيصوا يا جماعة هيصوا وانبسطوا، يلا يا شوشو اشتغلي، يلا يا اسنان اغني! هيصوا يا جماعة! ايه يا ابراهيم؟ بقول لك ايه يا جدع انت؟ شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير، انا مش عايز لبش يا دارة. دي بنت لازقة ودي رامية جتتها عليا، انا اسف مش هتحصل تاني والله ما هتتكرر تاني. لا 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 خلاص انا مش نافع الشغل ده. معلش يا دارة سماح، نكسات عقل ودين، بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني. ولا هي هيما؟ صح سامع سامع. يلا اتفضل شوف شغلك. يلا شوف شغلك يلا من هنا يا ركز يا يلا. نزل الخرابه دي، في ريحه منيله طلع. نزل ووطي التي في. اوطي الايه؟ وطي التلفزيون. ده امان ليا وليك يا سعاده الباشا، عشان الوليه اللي جوه دي ما تسمعش اي حاجه. انت مش قلت انها ما بتتحركش؟ ما بتتحركش اه، بس ودانها زي الكلب البوليسي بتسمع دبه النمله. اتفضل ادي 5000 جنيه اهو. فين بقى الورقة اللي قلت عليها ان فيها معلومات تفيد هايدي في القضية؟ 5000 جنيه ايه يا سعادة الباشا؟ الولية عندها فشل كلوي، بتغسل ب10000 جنيه في الشهر. بتغسل ايه ده انت معفن؟ والله والله ما كنت هتنازل عن 100000 جنيه بس لولا مجيتك. اتفضل يا سيدي ادي 5 تاني اهو. فين بقى الورقة؟ شوف يا سعادة الباشا، الفلوس دي علشان اقول لك الورقه فيها ايه، لكن الورقه نفسها عشان اديها لك لازم تديني 5 مليون لحلوح، ما يقلوش لحلوح. طيب يا سيدي هات الورقه اشوف اللي فيها ايه وخد الورقه، مش عاوزها. الورقه اهي فيها عنواننا جوان بنتي ومروان بالتفصيل، الشارع والعماره والشقه. لا اللحليح الاول. حاجه غريبه، الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي حريم السلطان كده. شفت انا رديت عليه ازاي؟ ما شاء الله عليك رد معتبر، الرد ده بيسموه رد دبلوماسي، رفضتيه من غير ما تحرجيه. رفضت مين يا موكوس؟ مش مهم يا سندس بعدين. البت كوريا اول مره اتاخر كده بالليل، بتصل بيها بالتليفون ما بتردش، قلبي وكني عليها، هنزل ادور عليها واول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون. مش هتوكلني الزبادي؟ هيتاكلك. آه اكليه. انا اللي هاكلك يا سندس. تعال يلا بالهنا والشفا. هتوديني ازور النبي؟ اوعدك يا سندس اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمره مع بعض هناك. اه عند النبي. اه قولي والنبي. والنبي يا سندس. انت كذابه يا اختي وبيع الكلام. هوديكي وهتشوفي، كل انت بس وادعي لي يا سندس. لا يا رب. مالك يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليك، انت كنت فين؟ خالك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه مالك؟ ابراهيم. تاني ابراهيم؟ ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ مرة إبراهيم ده مش مظبوط، مش مريح، مريب كده يعني. ده حتى علاء قال إن سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحة هو قال إنك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرت، قلت له يا هيما بلاش، يا هيما هتزعل مني. اكب ده كيف فاضلك مرة؟ مفيش، كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس إنك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه أحسن منه. أنا الغلطانة، أنا كل مرة كنت بوتر بنفسي 100 جزمة،
وبعدين ارجع اقول معلش يا بنت انتي بتحبيه، معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايده. معلش يا كوريا معلش، هما رجاله كلهم كده، بس والله علاء كان عنده حق، يعني هو كظابط قدر يعني يقراه ويفهمه، هما الصباط برضو ليهم نظره في الناس مختلفه غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ وانا ناقصك ولا ناقصه الظابط بتاعك؟ بقول لك ايه؟ انت عبر، انا مش عايزاك، انا عايز اقعد بطول. تعرفي يا كوريا انت تستاهلي اللي بيعملوا فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك، خليك يا شيخ روحي كده. ماشي يا ابراهيم ماشي. تعمل ايه لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقة، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجة، كان يهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقولك يا سارة ما تنامي يا احسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عاملالي عقلة وفيلسوفة وكل ده عشان مش عايزه تحسي ان حياتك تافهه. لعلمك بقى حياتك تافهه وهتفضل تافهه. على فكره انا حياتي مش تافهه خالص، على الاقل ما بهربش من نفسي. لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجه انا بعملها. يا دي يا سكه يا ولا قوم يا ولا. طيب عادي يا عم، حاضر. ايه اوعي يما بس مين ايه يا عم؟ عيل وقتك ولا غفلان عملتك صح. يا ابراهيم يا خرابي، انت اللي قلت كوريا انا شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض، وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بشتن ودخل بينكم يا كوريا. والله العظيم يا كباكي ما قلت لها حاجه، ولا عارف ان اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل واشكمها يا ولا. طيب ابراهيم ده لو سكين على رقبتي يا جدع، سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار هيدور على البردعه؟